여러분 안녕하세요. ازيكم عاملين ايه؟ معانا درس جديد في مجموعة دروس الأرقام الكورية. خدنا اوريدي درسين بالفعل ومهمين جدا، يا ريت اللي ما شافهمش يقدر يجيب اللينكات بتاعتهم في آخر الفيديو ويقدر يشوفهم قبل ما يشوف الدرس ده. درس صغير ولكن مليان بالمعلومات، فخلونا نبتدي على طول. كرام شيجاكاب شيدا. طيب لو تفتكروا احنا اتكلمنا ان في كوريا في مجموعتين من الارقام، والمجموعتين بيستخدموا الى الان، واحدة من ليها اصول صينية اخدوها من الصين، وواحدة هم اللي اخترعوها بنفسهم. اتكلمنا خلاص عن ذات الاصول الصينية او الساين كوريان نمبرز باستخداماتها وكل حاجة في الدرسين اللي فاتوا. النهاردة بقى هنبتدي نتكلم عن الارقام كورية الاصل. خلونا الأول نشوف نطقها كده. طيب إزاي أعد من 1 لـ10 بالأرقام الكورية الأصل؟ هانا دول سات نات داسات ياسات إلغاب يودار أهوب يار. هانا دول سات نات داسات ياسات إلغاب يودار أهوب يار. طيب بعد كده ما اجي اقول 11 12 13 الى اخره، 11 هتبقى يار هانا، 10 يار زائد 1 هانا. طب 12 يار دول يار سات يار نات، اعتقد فهمتوا اللعبة، هتبقى يار دعصت يار ياصت الى اخره لحد ما نوصل لرقم 20. طيب رقم 20 على عكس الارقام الكورية ذات الاصول الصينية كان في طريقة سهلة نقدر نقول بيها رقم 20، لكن هنا كل رقم في مضاعفات العشرة اللي هو 20 30 40 ليه اسم معين لازم نحفظه. فرقم 20 بالنيتف كوريان نمبرز أو الأرقام الكورية الأصلية هو سمور سمور. طب 30 صارن صارن. 40 ماهن ماهن. 50 شين شين. 60 ياسون ياسون. 70 إلهن إلهن. 80 ياضن ياضن. 90 آهن آهن. طب 100 باك. هتقولي يا سارة باك دي أصلا أرقام لها أصول صينية مش أرقام أصلا كورية، ليه جت هنا؟ لأن باختصار شديد الكوريين آخرهم في الأرقام الكورية دي لحد 90 لحد 99، أول ما بيوصلوا للمية والأرقام الكبيرة بيرجعوا يستخدموا الأرقام الأصول ذات الأصول الصينية لأنها هي الأسهل. طيب في حد هيقول لي الكلمات دي مكلكعة قوي اللي هي سومل صارن ماهن، هقول لكم بصوا، هو انتوا نادرا ما هتشوفوها، في الأغلب هتشوفوها مع الأعمار بتاعة الأشخاص، وهنتكلم هنا إن الأرقام دي مستخدمها مع الأعمار، فمش مهم أوي تقضوا ساعات بتحفظوا الكلمات دي. خليكم مركزين مع 20 30 40 50 والأرقام التانية، حاولوا تحفظوها شكل ولكن ما تضيعوش فيها وقت طويل. طيب يا سارة انتي قلت لنا 10 20 30 40، طب اللي ما بينهم؟ اللي ما بينهم مش محتاجة أقوله، لأنه ببساطة لما نيجي نقول 21 مثلا هتبقى 20 زائد 1 سمر هانا. طب 22 سمر دول. طيب 23 سمر سات سمر نات سمر دعسات. تمام. طيب مثلا عايزين نقول 44 هتبقى 40 زائد 4 فهتبقى ماهن نات. تمام. اعتقد كده خلاص عرفنا نعد ازاي من 1 لحد 99 بالارقام النيتف كوريان. خلونا بقى نروح على استخداماتها على طول. طيب امتى بستخدم الارقام دي؟ الارقام دي بستخدمها اول حاجة في الوقت، في درس لوحده هيبقى للوقت فما تقلقوش، ولكن خلونا نعرف كده مبدئيا. انا لما باجي اقول الساعة لحد بقول له مثلا الساعة مثلا 1:20 او 1:30 وهكذا. الساعة لما باجي اقول الساعة اللي هي ممكن تبقى 1 او 2 او 3 او ايا كان، بقول الرقم ده بالنيتف كوريان نمبرز يعني بهانا دول سا. تمام. طب بالنسبة للدقايق يا سارة مش هنقولها؟ لا مش هنقولها، وخلونا نتكلم عن ده في درس الساعة. طيب تاني حاجة بستخدمها مع الشهور. هتقولوا طب ما هي الشهور برضو بنستخدمها مع الأرقام ذات الأصول الصينية، برضو بنستخدمها مع الشهور. هقول لكم في آخر الدرس كده نقطة بسيطة امتى هنستخدم دي وامتى هنستخدم دي. طيب تالت حاجة مع العد، لما تيجوا تعدوا أي حاجة في الدنيا هنستخدم الأرقام ذات الأصول الكورية. وأخيرا مع العمر، لما نسأل حد عن عمره أما يرد علينا هيرد علينا بالأرقام الكورية الأصلية. طيب خلونا نشوف بقى الأمثلة على الحاجات دي عشان تبتدي توضح لنا أكتر. ماشي،
ازاي هعد؟ لان دي اهم حاجة محتاجين تطلعوا فيها من الدرس ده بالنسبة للارقام الكورية الاصلية، ازاي استخدموها في العد. طيب، في حاجة غريبة شوية في اللغة الكورية، ولا مش غريبة يعني، هي عندنا في اللغات، في اللغة العربية وموجودة كمان في اللغة الإنجليزية، ولكن مش بالتفصيل كده زي اللغة الكورية، وهي إن هما لما بيجوا يعدوا الحاجة لازم يعدوها بالوحدات. يعني مثلا لما بنيجي احنا نقول مثلا عيش، لما بنيجي نعده بنقول 5 أرغفة من العيش، مثلا 5 برطمانات من أي حاجة، مثلا مربى، في حاجات كده بنعدها، وفي حاجات تانية مش محتاجين نقولها وحدات، زي مثلا نقول 5 أقلام مفيش وحدة، احنا قلنا الرقم وقلنا الحاجة اللي بتتعد، 5 كتب وهكذا. لكن الكوريين كل حاجة في الدنيا، كل حاجة في الدنيا حرفيا لازم يحطوا لها وحدة عد. طب ده ازاي؟ وهنعرف الوحدات دي ازاي وهنحفظها ازاي؟ تعالوا نشوف. أول حاجة بس خلينا نفهم إن شكل الجملة اللي هيبقى فيها عدد ومعدود وكده هيبقى شكلها عامل ازاي. اول حاجة هيجي المعدود، اللي مثلا بالنسبة للامثلة اللي قلتها هيبقى الاقلام او الكتب او ارغفة العيش او ايا كان، تمام؟ ده بيجي الاول، وبعد كده الرقم اللي هو 5 او 4 او 10 او ايا كان، وبعد كده بحط وحدة العد. يعني لو هقول بالعربي هيبقى عيش 5 ارغفة، ده ستايل الجملة الكوري. طيب، في طريقة تانية، بس دي أقل شيوعا ولكن صحيحة وبيستخدموها، وهي الرقم وبعد كده وحدة العد وبعد كده المعدود، يعني 5 أرغفة من العيش، تمام؟ دي اللي هي الطريقة، ممكن تبان لكم بالعربي إن هي سهلة يعني، فتبقوا عارفين الاتنين، ماشي. طب ايه تاني ملحوظة يا سارة قبل بقى ما نبتدي نشوف أمثلة ونعرف ايه وحدات العد اللي بيستخدموها مع كل حاجة في الدنيا دي؟ ان في بعض الارقام لما باجي احطها وانا بعد بيها بتغير شكلها. يعني ايه؟ يعني مثلا رقم هنا اللي هو 1، لما باجي استخدمه مع وحدة العد وليكن كي، احنا هناخد دلوقتي دي بتستخدم امتى، مش هتبقى هنا كي، لا، الكوريين بيسهلوا على نفسهم بيقولوا هانجي، هانجي يعني شيء واحد. طيب دول، مبتقولوش دول الكي، بيقولوا دوجي عشان اسهل في النطق، دوجي دوجي. طيب ست كي، تقيلة قوي، تقيلة ان انا اقول ست كي، هتبقى ساجي ساجي. طب نت كي نفس الكلام، ناجي. طيب يبقى 1 و2 و3 و4 هانا دول ست نت بيتغيروا لما يجي معاهم وحدة عد عشان يبقوا ابسط، لهان دو ساني. طيب، طب ده صوت يا صوت، وباقي الارقام لحد 10 يا سارة، لا مش بيتغير فيهم حاجة، بيتقال يولجي تا سكي يا سكي وهكذا. طيب ايه تاني بيتغير لما نيجي نوصل لرقم 11؟ يول هانا، عشان هو برضو فيه هانا، فمنطقي مش هتبقى يول هانا جي، هتبقى يوران جي. طيب يول دول اللي هي 12 هتبقى يول دو جي. طب يول سات يول سيجي، فدي حاجات بديهية، وهكذا لحد رقم 20. 20 بدل ما هي سمول سمول جي هتبقى سمو جي سمو جي. طيب سمول هانا، هنا مش هغير بقى السمول، لا انا هغير الكلمة اللي قبل وحدة العد، فتبقى سمول هانجي، حاجة بديهية، سمول هانجي سمول دوجي سمول ساجي سمول ناجي. طب تعالوا بقى، خلاص فهمنا ايه بس اللي في الارقام الكورية بيتغير شكله، 1 و2 و3 و4، وبعد كده اي ارقام تانية فيها 1 و2 و3 و4 زي 11 12 13 14 21 22 23 24 31 32 33 34، حاجات بديهية، صح؟ تمام. طيب يلا بقى يا سارة قولنا ايه موضوع وحدات العد دي اللي الكوريين بيستخدموها في كل حاجة. طيب الموضوع كبير وفي وحدات كتير، وان كان اصلا انا لحد دلوقتي في وحدات بتفاجئ بيها وما بقاش عارفاها، فهديكوا اشهر الوحدات، ودي فعلا هتشوفوها بنسبة من 70 ل 80% وانتوا بتحتكوا بالكوري وكده، والوحدات التانية هتتعلموها وهتكتب، ممكن تكتبوها بقى على الجنب وتحفظوها مع عملية التعلم يعني. طيب اول حاجة اللي احنا كنا عاملين نكررها كتير واحنا بنشرح تغير الارقام، وهي كي. كي دي وحدة عد الاشياء، الاشياء اللي هو ايه، كتب، اقلام، اي حاجة يعني، ابواب، نوافذ، صور، اي حاجة، لا صور، لا صور ليها حاجة لوحدها، بس اي حاجة غير الحاجات التانية اللي هنقولها بتندرج تحت جي. طيب الاشخاص بقى، انا كبني ادم، صحابي، اخواتي، اي بني ادم بيستخدم له واحدة اسمها ميانج، ميانج، تمام. طيب عدد مرات فعل الشيء، يعني مثلا
عدد مرات المروحة للمدرسة، خروجي مع أصحابي بنستخدم وحدة عد اسمها بان، دي للأفعال. تمام، كام مرة بعمل الفعل ده؟ بان. طيب الحيوانات، احنا كمان آدمين بيستخدموا معانا ميونج. طب الأشياء بيستخدموا معاها جي. طب بقى اللي في النص اللي هو غير عاقل، الحيوانات بيستخدموا معاها ماري، ماري سوري ماري. تمام، طيب بالنسبة للأكواب يا سارة، مش دي أشياء هل نستخدم معاها جي؟ قال لك لا مع الأسف، جي مش بتستخدم مع الأكواب، الأكواب بيستخدم معاها جان، كلمة جان. تمام، طيب الأزايز يا سارة بنستخدم معاها جان بما أنها قريبة الكوبايات وكده؟ لا، بنستخدم معاها بيونج، بيونج. وأخيرا في آخر حاجة في الدرس النهاردة عشان ما لخبطكوش، وحدات النقل أو المواصلات أو السيارات بيستخدم معاها تا، تا. محدش يتخض، محدش يقول ايه الكلكعة دي. واحدة مع واحدة مع كتر السمع هتبتدوا تلقطوا وتعرفوا ايه بيجي مع ايه. ما تقدردوا، ما تضيعوش وقت كبير، بتحفظوا كل واحدة فيهم. بس كل فترة برجعوا بصوا عليهم واعملوا لهم جمل عشان تثبت معاكم. طب تعالي بقى ورينا امثلة كده بالراحة وفهمينا عشان ايه الدنيا ايه ما تتوهش مننا. اول مثال عندي بيقول نانن بان، من غير كده ما تبصوا على باقي الجملة. pen دي يعني ايه؟ قلم. قلم ده ايه؟ شيء. طب هنستخدم معاه وحدة العد ايه؟ كي، صح؟ اتفقنا على كده، كي. تمام، يبقى نانن pen. نيجر ساسايو او ساسا لو مش عايزين تخلوها فورمال يعني. طيب يبقى احنا اتفقنا ان الصيغة الطبيعية هي المعدود اللي هو pen، وبعد كده الرقم ني هي اللي هو رقم 4 نات. بس احنا قلنا لما بيجي مع وحدة عد بيختصر لنيل التسهيل، ناجي 4 أقلام ريل ساسو. طيب لو بقى، مش احنا قلنا في صيغتين للعد، واحدة اللي هي المعدود وبعد كده الرقم بعد كده وحدة العد. الطريقة التانية اللي هي الرقم وبعد كده وحدة العد وبعد كده المعدود، ناجي بنل ساسو، وبعد وحدة العد بحط اي دي او بتتنطق ايه، يبقى نانن نيجي بنل ساسا، دي صح ودي صح. تمام، طيب تاني مثال عندي، نانن همبوغا توجيرل مغاصة، المعدود همبوغا بعد كده العدد دو والوحدة كي، همبوغا توجيرل مغاصة. طب يا سارة عايزين نعملها بالطريقة التانية، هتبقى دو كي همبوغرل مغاصة. تمام، طيب تالت مثال، نانن اوجي امبارح تشينجو، ده المعدود تاسوت الرقم 5 ميانج وحدة العد للأشخاص المنصة، نانن اوجي تشينجو تاسو ميانج المنصة. ورابع حاجة، كو سارامن تشا نيديغا إيسويو، الشخص ده عنده 4 عربيات، تشا وني دي اللي هي وحدة العد بالنسبة للسيارات، كا السيارة. تانن ويو دو بيونغل ساسايو، اشتريت زجاجتين من الحليب، ويو يعني حليب فهو المعدود والرقم دو اللي هي دول بس مع بيونغ بقت دو بيونغ للتسهيل، وبيونغ هي وحدة العد ساسايو. بعد كده تانن كيونغ هارل تاسوب بون باسايو، الفيلم ده انا شفته 5 مرات. استخدمنا هنا بون لاني انا بعد الفعل بتاع الشو في الفيلم، فبيقول تا يونغها المعدود تاسو 5 بون وحدة العد باصايو، شفته 5 مرات. تانن اونل دو بون اندونغ هال غوشيميدا، النهاردة انا هتمرن 2 مرات، دو بون اندونغل هال غوشيميدا. مش لازم هنا يبقى فيه في الأول معدود، يعني ممكن أقول دوبان على طول 2 وأجيب الفعل في الآخر اللي هو هيتكرر. تمام، مش لازم مع بان يجي صيغة الأول معدود وبعد كده عدد وبعد كده الوحدة، لا، عشان بان بتمثل فعل فممكن أقول الرقم وبان وبعد كده الفعل عادي. تمام، اتمنى الدنيا ما تبقاش ملخبطه معاكم، الموضوع بسيط وما تلخبطوش نفسكم بين الطريقتين، اختاروا واحدة فيهم وامشوا عليها، والتانية خلوكوا عارفين بس ان هي موجودة، بحيث لو قريتوها في حتة، يعني لو قريتوا نانن بين نيجارل ساسو، هو دي الطريقة اللي انتوا عارفينها وبتستخدموها لما تيجوا تعدوا. بس لو شفتوا نانن
ناجي بينانس هاسو، ما تبقوش مستغربين اللي هو ايه ده الطريقه دي جت منين، لا انتوا عارفين اوريدي ان هي موجوده، وان كان مش بتستخدموها دي حاجه طبيعيه. طيب لما اجي بقى اسهل عن العمر، احنا مش هنتكلم بصوره تفصيليه، ولكن كمبتدئين يعني محتاجين تعرفوا ان احنا لما اجي نسال حد عن عمره بطريقه دي، مش هقدر اقول ان هي رسميه مطلقه، مش هقدر اقول برضو ان هي يعني طريقه عاميه، هي طريقه متوسطه، وانتوا كشخص مبتدئ ممكن الشخص اللي قدامكم يقدر ده، يعني مش هيتضايق ان انتوا ما استخدمتوش الطريقه الرسميه جدا، اللي هي مثلا دونغ سينغي، او مثلا سارة شي لو انتوا بتكلموا حد، بعدين تقولوا ميات ساري ييو، ميات ميات معناها كم، سال سنة ييو سارة شي ميو ساري ييو، او مثلا احمد شي ميو ساري ييو، او مثلا ني دونغ سينغ ميو ساري ييو، عمر اخوك او اختك كام سنة، او ممكن ما تقولوش حاجة اصلا وانتوا بتكلموا الشخص على طول تقولوا له ميو ساري ييو من غير ما تنطقوا اسمه، وهو هيفهم ان انتوا بتوجهوا له السؤال. تمام، سؤال سهل خالص، ميو ساري ييو، هو هيرد عليكوا ازاي؟ هيرد عليكوا برقم طبيعي، الرقم ده بقى هيبقى نيتيف كوريان بالارقام اللي احنا عمالين نتكلم عليها من اول الدرس، وليكن سومول سي 23، انا كسارة تبقى سومول دا سات 25. بعد كده هيقول كلمة سال يا سال، هي وحدة العد بالنسبة للسنوات لما بيجي اقول العمر، يبقى تانن سومو ساري سومول سي ساري يا او سومول دا سو ساري يا، هو هيرد عليكم بالطريقة دي. هو هنا في المثال رد بيقول بالنسبة للنام دونغ سينغ، أخويا الولد عنده سمو سيسال 23 سنة، ويو دونغ سينغ البنت عندها سمو ساريايو، احنا اتفقنا ان 20 اللي هي السمول لما بحط وراها وحدة العد وليكن سال في المثال ده بتتخفف لسمو مش سمول، صح؟ فتبقى سمو ساريايو، هي دي الطريقة اللي بنقول بيها العمر، بنروح قايلين الرقم وبعدين سال على طول، بعدين ايه او ايه لو انتوا بتتكلموا بطريقه غير رسميه يعني، بس خلينا في الرسمي شويه ده عشان نبقى في الامان. تمام، بسيطه خالص. اخر حاجه ودي ملحوظه بسيطه بس عشان تبقوا عارفينها، امتى بستخدمها مع الشهور؟ احنا قلنا هي احيانا بستخدم مع الشهور مش دايما. طيب مش عارفه كلكم تعرفوا المعلومه دي ولا لا، بس في الشهور الكوري في حاجه اسمها، في كلمه اسمها دال، دال معناها شهر، وفي حاجة اسمها كيول، كيول معناها شهر برضو. دال هي اللي بيجي معاها الأرقام اللي احنا بنتكلم فيها دي، الأرقام الكورية الأصلية، كيول بيجي معاها الأرقام التانية في التواريخ اللي هي الأرقام الصينية، ودي هناخدها في الدرس الجاي إن شاء الله ازاي نقول التواريخ بالكوري. تمام، فلما اجي استخدم أرقام مع دال هستخدم الأرقام الكورية الأصلية، وغالبا هتبقى عشان أعبر عن مدة، يعني ما ينفعش خالص تحت أي ظرف أستخدمها في سياق التاريخ، أنا أقول لك شهر واحد فأستخدم هاندال مثلا، لا لا أنا كده بعك خالص، تستخدم في سياق المدة. يعني مثلا المثال اللي عندي بيقول كنيانن هاندالي تشاندالورل بوندا، هي بتقبض 1000 دولار في الشهر، فهي هنا هي المفروض هان في الشهر الواحد، واحد عندي يعني هانا، بس لما اجي احطها مع وحدة العد او مع المعدود هتبقى هاندار للتخفيف، هتبقى هانداري في الشهر الواحد بتقبض كذا كذا. فهو احنا هنا اتكلمنا خلال مدة، خلال المدة دي خلال مدة شهر واحد هي بتقبض 1000 دولار. طيب في حاجة تانية برضو ممكن تسمعوها في المسلسلات، لما مثلا حد يسألك، مثلا ممكن حد يسألك بتتعلم كوري مثلا بقالك قد ايه، فانت عايز تقول له مثلا بقالي شهر، فتقول هاندال جونغدو، حوالي شهر، هاندال اللي احنا عارفينها شهر واحد، دال يعني شهر، وهان اللي هو الرقم بتاعي، جونغدو يعني حوالي، هاندال جونغدو او هاندال دنيا، بقالي حوالي كده شهر. تمام، فاحنا هنا برضو استخدمنا الشهر، كلمة شهر أو عدد الشهور عشان يعبر لي عن مدة، دو دال جوندو سي دال جوندو، حوالي 3 شهور، حوالي شهرين، وهكذا. ما ننساش ان احنا ما بنستخدمش الارقام في صورتها هانا دول سات، بنستخدمها في الصورة المبسطة لما يجي معاها كلمة زي هان دو سي ني، ده اللي هما 1 2 3 4 بس، باقي الارقام بنستخدمها عادي. 오늘 수업은 여기까지 여러분. 진짜 수고했어요. 안아 فاهمة ان الدرس ممكن يبقى
حاسين هو كبير، بس هو احنا حرفيا اتكلمنا في 5 سلايدز او حاجه كده، فما تتخضوش وبالراحه كده اكتبوا في النوت بتاعتكو، وكل يوم بصوا على الدرس مره واتنين لحد الاسبوع الجاي ان شاء الله. المفروض ان انا هرجع اخلي انزل دروس بشكل اسبوعي باذن الله، فلحد الاسبوع الجاي ما يجي حاولوا تذاكروا الدرس كويس، ولو في اي حاجه لسه مش فاهمينها ما تنسوش تحطولي تحت في الكومنت سؤالكو كمان. كسكتة كده واجب بسيط، يا ريت كل واحد يكتب لي في التعليق كلمة أنا عمري كذا، مش لازم تحطوا عمركم الأصلي طبعا، بس عشان أحس إن انتوا قادرين تطبقوا على الدرس. كرام دامي بايو يوروبون أنيا.